أكد محمد جبران وزير العمل حرص الوزارة على توفير متابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومدربة ومؤهلة للعمل طبقا لاحتياجات سوق العمل الخارجي. جاء ذلك خلال تسليم عقود لمجموعة من الشباب للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، حيث أكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة وتنسيقا مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في توفير فرص عمل للشباب المصري في عدد من الدول العربية والأوروبية.